السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، معكم أحمد العربي من مدينة ميكروتيك أفريقيا وجروبنا على فيسبوك ميكروتيك أفريقيا. بنرجو من الأعضاء انضمام للجروب وعمل مشاركة المدينة كي شهادة على الأعضاء الجدد. شرحنا إن شاء الله النهاردة شرح مهم جدا جدا يهم كل الأعضاء في مصر والوطن العربي، خاصة الأعضاء المهتمين بشركة يوبيكويتي والتحديثات الأخيرة. مشكلة بيعاني منها معظم الأعضاء في مصر والوطن العربي، وهي عدم وجود دولة كومبلانس تيست أو لسنسد في الإصدارات الأخيرة من شركة يوبيكويتي في النانو ستيشن أو اللوكو ستيشن أو أجهزة الروكت أومني إم 5 أو السيكتور. تعالوا نتكلم النهارده يا شباب عن مشكله الكونتري او الدوله وعدم اضافه كومبلانس تيست او لسنسد في الاصدارات الاخيره. تعالوا النهارده نعمل اضافه للدول الجميله كومبلانس تيست او لسنسد على النانو ستيشن ام 5. وزي ما انتم عارفين ليه بنختار لسنسد او كومبلانس تيست على الاجهزه الجميله النانو ستيشن او اللوكو ستيشن، بنقول لان فيها عديد من الترددات الجميله زي 5800 5300 5200، جميلة جدا جدا، وبتقدر تختار وتتنقل ما بين الترددات على حسب المكان اللي انت فيه او بتبث او بتعمل اكسس بوينت او ستيشن. تعالوا نتكلم النهارده يا شباب على تحديث اخير من شركة يوبيكويتي في الاصدارات اللي موجودة معانا الاكس دبليو، وهو طبعا زي ما انتم شايفين بالواجهة الجميلة كده. وعندنا طبعا كنا عارفين الاتفاقية الخاصة بالاسر شيلد وبعض المعلومات الجميلة في شركة يوبيكويتي في بعض الاصدارات، بدأت ان هي تعمل معانا اضافة، والاضافة دي زي ما انتم شايفين كده بعض المعلومات الجميلة بخصوص الترخيص وحقوق الملكية وطبعا عدم تشغيل برامج غير ثابته على اجهزه يوبيكويتي وعدم ازاله حقوق الملكيه بالشركه والعلامه التجاريه او الواجهه الرئيسيه. وبنقول طبعا هذه الحقوق هي موارد محميه بموجب الولايات المتحده، وبتقول لك هذا الترخيص ليس للبيع، وطبعا وان المنتج اصلي ومرخص، وفي حاله العبث بالمنتج والحقوق تتاكد الشركه سبل طبعا الحقوق القانونيه او بتتخذ الحقوق القانونيه على حسب طبعا الكلام اللي مكتوب معانا، مش مهم قوي، بس هي شركه محترمه جدا جدا. بتقول لك احنا مش ما ينفعش ان انت تزيل الحقوق بتاعتنا الملكيه طبعا زي اللوجو او بعض الحاجات المهمه في اصدارات النانو ستيشن، وطبعا بنتكلم على اصدارات مختلفه بتقنيه مختلفه زي الاي سي والنانو بيم والباور بيم. شرحنا الكلام ده طبعا منذ سنوات ماضيه على القناه القديمه، وازاي بنضيف دوله كومبلانس تيست او لسنسد، والنهارده هنشرحها من جديد على القناه الجديده ان شاء الله علشان الاعضاء المشتركه معانا. وهنشوف بعض المعلومات الجميله وهنضيف مع بعض السوفت وير، وهنبدا ازاي نحدث من كومبلانس تيست الى لسنسد، وهنشوف الفرق ما بين الاصدارات القديمه والجديده. تعالوا مع بعض نبدا الشرح معانا. زي ما انتم شايفين الكونتر معانا الدوله، ما فيش عندنا طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين كده لا كومبلانس تيست ولا لسنسد، قلنا الدولتين دول جمال جدا جدا، وفي بعض الدول كويسه زي يونايتد ستيت او اليابان، وبعض الدول طبعا فيها الباور منخفض، وبعض الدول شغاله بدون اي مشاكل، بس الناس كلها بتحب دوله لسنسد او كومبلانس تيست لان طبعا قلت فيها ترددات كتيره جدا جدا. طيب زي ما انتم شايفين كده ما فيش معايا اي دول، طبعا ما فيش هنا يونايتد ستيت، وطبعا هنختارها عشان نبدا ندخل على النانو ستيشن بتاعنا، ونعمل صح هنا امام الاتفاقيه ونبدا نضغط على الدخول. وطبعا هنشوف مع بعض الحاجات الجميله والسوفت وير الجميل من خلال طبعا قائمه سيستم. زي ما انت شايف الاعدادات عاديه خالص، وهنشوف السوفت وير اللي موجود معانا، قلنا بالاكس دبليو. تعالوا ندخل على قائمه السيستم علشان نشوف السوفت وير اللي موجود معانا او طبعا الفيرم وير طبعا بوضوح. زي ما انتم شايفين عندنا اكس دبليو، طبعا لو عايز تحدث الجهاز النانو ستيشن بتاعك او اللوكو او اي جهاز من شركه يوبيكويتي بالذات الاصدارات اللي موجوده الايزو، طبعا قلنا في نانو ستيشن ولوكو ستيشن بتقنيه الاي سي، بس عندنا اصدارات النانو ستيشن الام 5 او اللوكو الاصدارات القديمه ما ينفعش تشتغل مع الاي سي، فعاوزين نتاكد من الحته ديت لان اجهزه الاي سي زي ما قلت يا شباب بتشتغل مع بعض، تمام؟ يعني الاي سي مع الاي سي الاجهزه العاديه او الاجهزه الاصدارات القادمه من شركه يوبيكويتي هتشتغل مع بعض، اللي هي الايزو العادي اللي احنا كلنا عارفينها نانو ستيشن ام 5 او اللوكو ستيشن ام 5. طيب زي ما انتم شايفين معانا اصدار الاكس دبليو، وفي اصدار تاني طبعا زي ما انتم شايفين اللي هو الاكس ام، وزي ما انتم شايفين الاصدار بتاعنا 5.6.11 زي ما احنا شايفين كده. وتعالوا نشوف بعض الحاجات الجميله ازاي انا هرقي من كومبلانس تيست وارجع ارقي لسنسد، وهنشوف الفرق ما بين الاصدارين ايه. قلت الدولتين زي بعض بالظبط، ما فيش اي اختلاف في الكومبلانس تيست. اول حاجه نزلت كانت موجوده على البوليتات او البيكو ستيشن، طبعا اول اصدارات يوبيكويتي او البيكو 2 اتش بي او الام 2 كانت كومبلانس تيست علشان تقدر تشتغل بايه، بتردد 2 و3 و2 و4 و2 و5 في نفس الوقت. بدات ان الشركه طبعا تشيل وتعمل تحديث للاجهزه بتاعتها وتنزل بسوفت لسنسد او دوله لسنسد، وهي نفس الترددات اللي موجوده معانا في الكومبلانس تيست.
وبنفضل ان انت تحدث ليه الى ليسنسد. ليه؟ لان هو اصدار جديد جدا، وقلنا يحمل اصدار او السوفت وير بتاعه او الفيرم وير بتاعه رقم 6. طيب تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض، ونشوف ازاي ان احنا نرقي ونبدا ازاي ترقيه. هل هنبدا بكومبلنس تيست الاول او ليسنسد؟ طيب زي ما انتم شايفين كده يا شباب، هي حاجات بسيطة معانا. طبعا ليسنسد قلنا الاكس دبليو معايا يحمل اصدار 6، ومعانا دلوقتي النانو ستيشن بتاعنا طبعا هيكون زي ما انتم شايفين كده اللي هو الاكس دبليو. نتاكد من الاكس دبليو. طبعا الاكس دبليو زي ما انتم شايفين كده، طبعا معانا الاكس دبليو السوفت وير اللي معانا النهارده ليسنسد اكس دبليو واصدار 6. طيب لو دخلنا طبعا على كومبلانس تيست، هيت معايا هيت، وبتحمل اصدار 5.5.6، وعندنا اكس ام وعندنا اكس دبليو. طبعا الاكس دبليو عالي شويه اللي هو 5.5.7، هو الاكس دبليو بعد الاكس ام علشان نكون فاهمين. فهتلاقي الاصدار مختلف معاك اللي هو 5.5.7. طبعا لو اخترنا طبعا الليسنسد هو اخر اصدار من شركه بوكويتي في التحديث اللي هو الباكج رقم 6 او النسخه رقم 6 في الاكس دبليو. فالاكس ام هم بداوا يوقفوا من تصنيع الاكس ام ويشتغلوا على الاكس دبليو على طول ليسنسد. وبعض الاوقات بداوا ان هم يشيلوا ليسنسد من على الموقع، بدات تدخل علشان التقنيه الجديده الاي سي. طيب تعالوا نشوف ازاي نحدث النانو ستيشن علشان نشتغل بدوله ليسنسد او طبعا دوله كومبلانس تيست بدون اي مشاكل. وهنضغط علينا على تصفح، نبدا ندخل على الابلود فيرم وير. طبعا ندخل ونضغط تصفح كده لو المتصفح عندك عربي، وهنبدا ندخل على حاجه اسمها جديد مثلا كده. وتعالوا ندخل اول حاجه. طبعا اما باجي احدث اصدار على اجهزه النانو ستيشن يا شباب، بتاكد من حاجه كويسه جدا جدا، هي اهم شيء في تحديث اجهزه يوبيكويتي او مايكروتيك او سيسكو او راوتر تيبي لينك او نتس او تيتو لينك او اي دي ماكس. اي جهاز بيتحدث لازم يتاكد من بعض الحاجات طبعا المهمه. انا عندي مشكله دلوقتي اصلا في متصفح الجوجل كروم معايا ما بيفتحش اجهزه النانو ستيشن او اجهزه يوبيكويتي او بعض الاكسسوارات معايا، انما بيفتح على متصفح الفايرفوكس شغال كويس بدون اي مشاكل زي ما انتم شايفين كده. تمام، عاوز اتاكد اول حاجه من المتصفح بتاعي، اتاكد من الوصله طبعا والوصلات الخاصه بالباور والوصله اللي موجوده معانا في اللان الخاصه بالبو البي او اي اللي هي موجوده في الباور ذات نفسه، والكارت اللان بتاعي اللي هو واصل في الكمبيوتر، الوصله اللي واصله ما بين اللان والكمبيوتر، اتاكد منها ان هي سليمه مفيش فيها اي مشاكل، اتاكد ان انا بعيد عنها، ممكن وانا بشتغل الباور يتهز ولا حاجه فالسلك يطلع من الباور لو الارجايه مكسوره، فبيحصل مشكله معانا ان الفلاشه بتضرب بتاعه اجهزه النانو ستيشن او السوفت وير ما بيكملش، فبتضطر ان انت تدخل على طرق تانية زي برنامج تي في تي بي علشان تنزل من عليه السوفت وير، وممكن في بعض الاوقات ما بيقبلش. فلازم طبعا ان احنا هنفك النانو ستيشن وندخل طبعا على المبرمجه، وحوار يعني احنا في غنى عنه من البدايه. فنتاكد اول حاجه من نسخه الجهاز، نتاكد من الكهرباء بتاعتنا، نتاكد من المتصفح شغال بدون اي مشاكل، الوصلات تمام. طيب انا ما باجي احدث لازم احدث الاصدار القديم الاول، طبعا ما ينفعش ان انا احدث جديد اللي هو 6 وارجع احدث اللي هو الاصدار القديم، كلام جميل، اللي هو زي مثلا قلنا اللي هو 5.5.7، عندنا اصدار طبعا احدث منه اللي هو 6. فلازم اما باجي احدث يا شباب بحدث الاصدار القديم الاول، يعني احدث اللي هو معايا هنا زي ما انتم شايفين كده اكس دبليو، بتاكد طبعا من الاكس دبليو معايا زي ما انتم شايفين، واضغط هنا اوبن اهو، واضغط على طبعا زي ما انتم شايفين كده الابلود. تمام، انا انتظر لحظات زي ما انتم شايفين هيبدا النانو ستيشن بتاعي يتحدث اهي، ابديت اهي، انا انتظر لحظات وهيبدا بعد كده السوفت وير ينزل. احنا مش هنقفل الفيديو علشان نشوف الطريقه من البدايه للنهايه الطريقه الصحيحه. السوفت وير طبعا اللي برفعه على مديريه مايكروتك افريقيا، كل السوفت وير اللي برفعه او السكريبتات اللي احنا بنرفعها او البرامج بتكون برامج مجربه يا شباب، انا بجربها عندي مره واثنين وثلاثه، بعد طبعا الباكجيات الخاصه بالمايكروتك بجربها مره واثنين وثلاثه علشان ما يحصلش اي مشاكل عندك. تمام، هنتاكد طبعا من الوصلات بتاعتنا، اللاب بتاعنا ما فيش فيه اي مشاكل زي ما انتم شايفين كده، بعد لحظات ان هو هيبدا ان يتم معايا التحديث، او هنقفل الفيديو علشان طبعا ما يطولش معانا في الرفع على اليوتيوب. نرجع مع بعض يا شباب علشان نشوف طبعا نهايه التحديث، وزي ما انتم شايفين كده التحديث سهل جدا جدا، ما فيش اي حد يخاف من تحديث الاجهزه، بس بنقول نتاكد من بعض الحاجات المهمه زي ما شرحتها في البدايه. طيب
هننتظر مع بعض، وبعد كده هندخل نحدث الى سوفت الليسنسد. العمليه سهله، هرفع لك السوفت وير الخاص بالاكس ام او الاكس دبليو بكومبلانس تيست، وبعد كده هرفع لك السوفت الخاص بالسنسد. الموضوع سهل وبسيط جدا يا شباب علشان تقدر تستفاد بالترددات اللي موجوده في الدولتين. طيب هننتظر مع بعض زي ما شايفين، وطبعا بنقول الاجهزه ديت او التحديثات دي هتشتغل على قلنا جميع الاصدارات اللوكو او النانو او البيم او الروكت، اي اصدارات من شركه يوبيكوتي، بس هتاكد من الاكس ام او الاكس دبليو. تمام، طيب زي ما انتم شايفين كده بدا ينتهي التحديث. طبعا هو يعني ديت حاجه كده نظام تشفير خاص بال اتش تي بي اس، تمام اتش تي تي بي اس زي ما احنا شايفين كده يا شباب. طبعا لو دخلنا على قائمه الوايرلس هنا الدوله ما عادش ظاهره معايا، المفروض ان انا ادخل اعمل ايه يا شباب؟ اعمل حاجه جميله جدا جدا، ان انا اعمل ضبط مصنع للجهاز. هقول له يس، هنوقف الفيديو ونرجع مع بعض تاني. رجعنا مع بعض يا شباب زي ما انتم شايفين كده، وتعالوا نشوف الدوله طبعا اللي هي كومبلانس تيست هل ظهرت معايا ولا لا. زي ما انتم شايفين بدات ان هي تظهر معايا كومبلانس تيست يا شباب. طبعا اللغه بتاعتنا الانجليش، طبعا هضغط لوجن. تمام، هننتظر لحظات ونبدا ندخل على التحديث الجميل اللي هو الكومبلانس تيست. طيب تعالوا بعد كده يا شباب ندخل على حاجه جميله جدا جدا، وهي تحديث دوله ليسنسد. وقلنا لازم اما باجي احدث ما بحدث من الاعلى وارجع انزل الى المنخفض تاني، وزي ما انتم شايفين كده كومبلانس تيست ظهرت معايا. قلنا سوفت الخمسة خمسة سبعة اشتغل معايا اهوت في سيستم زي ما احنا شايفين اهوت الاكس ام الاكس دبليو اسف 55.7. طيب انا عاوز ارفع لسنسد تاني للسوفت وير اللي موجود معايا او الجهاز النانو ستيشن. هرجع تاني زي ما انتم شايفين اهوت اكس دبليو، وابدا اعمل نفس الاعدادات بدون اي مشاكل. ابديت، تمام، وهنتظر لحظات. هقفل الفيديو طبعا ونكمل مع بعض تاني. زي ما انتم شايفين كده يا شباب طبعا الاصدار اتحدث معانا الاكس دبليو لسنسد، وطبعا الاصدار رقم 6. ولو دخلنا على قائمه الوايرلس هنشوف الدوله طبعا بتتفعل على طول الكونتري زي ما انتم شايفين لسنسد، ولو دخلنا اخترنا الدوله بتاعتنا هتلاقيها موجوده معاك في القائمه الخاصه بالدوله او الكونتري. الموضوع سهل وبسيط جدا جدا يا شباب، بس اهم حاجه نتاكد من السوفت وير اللي موجود على الانترنت او اي مدونه او اي موقع بيرفع سوفت وير خاص باجهزه يوبيكوتي بالذات، علشان ما يحصلش معاك اي مشكله او تلف في الفلاشه. يا رب نكون استفدنا من الشرح ونال اعجابكم. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.